الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 46، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا علمه. عن سوغرني بابك فرتني لحد باب فضل الحب في الله إن إلهي درتي ليسجع لاضو فضلك إلا ذا أيو بابي والحث عليه إن ليسكو بوريو ولا يسكو ترترسيو إن إلهي درتي ليسجع لاضو وإعلام الرجل إنت وباب يكو ذا جرانت هاي ومضاف إليه تحي وإعلام الرجل يو قفك إن ورقليو من يحبه عدة وجعل هذا أنه يحبه وجعله وماذا يقول له اسنمح لي هاي إذا علمه مرك ورقليو قف قال إلهي درتي وجعلتين أدو شيكتت يوحد كله إلهي يقف مرك الله الشيخ قولي راوني وإلهي درتي وانك وجعل هذا اسنا جوابته بحينه أي الإمام النووي هل كان بابه قدقي قال الله تعالى إلهي يوحد لي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. أيضا إلى يحكو تلمامي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إياه يضدك إساق راعي المؤمنين تأه إليه ضد آدي أدوك أعداد لمن كان المسلمين تأهي إياه نأسون حريسته جلوا على هدى نوح والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وحسقارة لا أمانة يا أنصارتي دار المدينة بيت دقين والإيمان إيمان كان وائي دقين بإله إليه يعني أرق وبلاغة كجستة معناها على قوضة أي تبوأ الإيمان في قلوبه إيمان كي وقلب قوضة دقين لكن حل ديري هلك إيمان كجارين بإله وحكد ليجيا إن سيد المدينة بأي داري الدجان وقعد ليتين إن إيمان كان داري الدجان وقعد ليتين إلهي مركب حكوت المام قليها يجعله من هجر إليهم عند يبنك وأسه هجرتي وأه نمك مهاجرين تعال لا بد أصيغ بشيخ كسر كوري حديثا ولا دعينا حديث وحديث كوات وبابك لكن صدح بقولي تدبات نيشان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس وحل يقول النبي وكوري ثلاث من كن فيه سدح عدة يدحى حاطه وجد روحه هلي بهن بهذه الخصال الثلاث سدح ذاس الرمور وكسي فوضي وكوه هلي حلاوة الإيمان إيمان كمعنتيس وهذه الثلاث التي الماما يوحيتها مك أن يكون الله إلهي إلى هيئة هذا ورسوله رسول كيس محمد أحب إليه مثل وقجع البدن ما سواه محك سهري سادوكتين أصلهم إن ضمير تفنيها إلهي رسول كيس لقو جمعيه بيس الخطيب أنت وتنبي كيري لكن تخريجات كذا إيوه محالك الله كان إيوه نصام مرتي وقتي أنا ديراني وليه النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسوح والبوى إنه كاقه الريان لبو وأن يحب المرأة إن قفك أجعلانه لا يحبه يسوغ أن أجعلانه إلا لله قفك أجعلانه يسي نمبر كلا تاركت يسكوكين هيسئيه ديغان إذن كل ميئيه لهجد يسوغ سوء دواني سمعني سنقونه إلهي درسي أجعلاته وأن يكره يقفك إنه كهضه أو نعه أن يعود في الكفر إنه قال لنا ذي وقلت مركا أن يعود في الكفر وقف قال لنا وهراء صامر لكن قف قال لنا وصامر يعود سوى القبانسة أيوة أن يصير بالله إنه أهذا في الكفر قال لنا مركا تفصيل كاسانا في عن حال كل مسلم قال لنا وصامر وضد سيدان وكلا كل شيء يجري الإسلام قال لنا أن سؤالك
marka an yuuda fil kufri galnimada inuu u laabto waxa uu laabanaya laabashaduna waxay timaadaa marka wax hore aad u samaysay dib ugu noqonaysa marka tafsiirkeedu waa inaad dhahdaa an yuuda an yasiira fil kufri inuu galnimada dhex ahaado بعد أن أنقذه الله منه ملك إله كبد بادي كما يكره سوء عيضة أو يكره أن يقذف في النار نار إن لبطور متفق عليه وأنا صوبت إمهي متهي قفك إن شرح حديث وتلقنا وضدك قاطع علماء قاطو مهي ما يتأمرك وحترجمه ترجمات كان هذا مالها وريقي إنجليش نوشك معناها سوء جوجيا مركز دي قضوة مهي لقبا أقام حلوة ترجمه شرحا قام حلو ترجمة معناها حسب نقف انه لها فروض متفق عليه حديث يلا بعد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي مرك حديثا صدق حديث خصال بكرميه نبي روحه كنت من حلاوه ان ايمانك معان وليه قفك مؤمن ونقون كره لكن متى يجد لذه هذا الايمان وحلاوته مرك ان لغه له انت امور تصدق هذا وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لسبعة تضبع يظلهم الله إله بهرين في ظله هركي سأم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مال آم هرجن إلا هركي إله بويا تضبع تضبع الله وحي إنكو إمام هقامي عادل عادلة هقامي عدالة لا إيمان يمركو دكو هقامي يوشاب من دل يرى فتن دل يرى ونشأ في عبادة الله إلهي عبادة سكبر باري عز وجل ورجل قف مرك ورجل من كل العلماء جيده ولكن آلابا تغليب مرك الرجل الشيخ إيه ومساجد إلي ماذا أي فرين هنا الله فرين إن كبضان أنت دمك أي مرك إيمان الله ورجل نن وقلبه قلبي يسمى معلق وكل حرنية بالمساجد وكل حرنية ورجلان لبا روحه تحاب اسجعل هذا في الله إله درتي اسكت جعل هذا اجتمع كل ما عليه الرنكاء حبك إلهي اسكت جعل هذا بك كل ما وتفرق كلتي عليه حبك كلتي مرك كل ما يعني إلهي درتي مرك كلتي يعني إلهي درتي وحكلا وصمتاً أنا لحيال لبدا مجرو كليه وحال لبدا إسروينه ويوداقان ويسوكيانا ويكوبان قنصدان ويكوبا شاكيستان ويكوبا قان ويكوبا صعدان الله جل وعلا ورجل هوين يرنن له ودعته امرأة هوين يويرت هوين يرسل ذات حسن وجمال ويسكوب درستي أما أصاحبه وناك يقرح لو ذا مركب مهم لأن محايا لا هدي غدي إلى جمال حسن ماشي أنو جرين وكد دا لقيا بالله أما حسن إنو جر جمال أنو جرين ودي دا لقيا لكن لا بس شيء وقفك سو جيدا كره بإله يسوق طري أنت دعته مركب دعته لا ويش حميبة أبوي يرتوي كالي وضد أنت مرة يسمع هديك وترى ولا لو ماشان وضدي ترين ستيشن كنت يلا مرة هديك وترى تعلق ما حد أما دعته قرآن هو أقرأ حديثة لقى حد لما ودعته أيش وحوي خلو زينو أي ويرت فقال يري إني أخاف الله ولي له ما كان بقنا إني أخاف الله ومهيم لكن هدي أي تهي ما يئن أد ناس ترى يقدوت ما ترى ناس ترى يقدوت يعني أنا ما فرح فرح أد يقد فرح يقد ملقى شتيد أو أد عيب يسيد أو أد يقدنا يسيد ما إني أخاف الله إن كان وح نعتا وأردي ما وحكلا إلهي سبحانه وتعالى كبقيا ورجل نينو أما قفو تصدق بصدقة صدق الله بحي فأخفاها قري كل حال دير هذا قرين تيذا حتى لا تعلم شماله إلا درجة وإقعنتي سب ليح أغان ما تنفق يمينه بلدك سحب حنيس يعني ما مولد يهب الإساء يسكك لقريني مركز ما لونها وعن قري وكالر كالها وشيه هذه الجار هكون مركي وحيل ديري وعلى وحيل ديرانية كفر شارتي وح إن أي نظام وح سرية تامة مركي قفك كان صدق هذا إلا أجاده مرة قرينته وقرينه يو حتى وح على غيابة جعنت بذح إن يسن أجين بذي وحي بحنيس قلبي حديث كان مثال لهم عن نصوم رسول قلبي كل عين وحتى لا تعلم مين ما تنفق يمين شمال واتي نصومت إيه ورجل روحه ذكر الله إلهي حسن خاليا إسوه كلي
راضت عينها من دي شيء من متفق عليه خاليا وعجائبته ذي لا ما حد مركز كل جات هاي أو استوستوس أنا كوجو جيرين هلاقي شيء أنا كوجو جيرين أرهب الخشوع بدن أنا كوجو جيرين كل جات أو عكو اللي سي ماشي أنا جن إلا الله جل وعلا أو قلك كل حرين يعني مدقس أتكو جرت الليل أي تهاي إنه قفك أنتو إلهي حسو وإلمي يا مسهل تضبط صوما ما دام عمل البقاء قوانا يعني إخلاص بكو جيرين بل أرق لبقى ضبط أنت المامين إمام عادل وين وهو جميع صوت دونه كي لكرا دتك لكن بقدين إلهي كبقية وضبك السمي لبا وانا يرى كجرة في أول عنفوان شهوتي هل كأقدر أن الشهوة الروح يقطه بكجرة هدنا عبادة مسجد كاسو هل كود بري قف كان معلق قلبه بالمساجد بالي يسوى ما لك ردنا يسنكر وهدنا إلهي درتي بيتي وحرمي لو ضر روح صوم يسوي هلي كره إن أذيرك يميل يسكت ديجان يميل دم كله حيسه بوقف إلهي درتي وكنت على در هذه نية نينك كان صوم يسوي هو وين إذا أجرت والحوض دور كيري كده بقول إلهي درتي بان وقف وقاني صدق هذا هلا قاش هو الوحبوب بحي يعني لو ليه رجع هذا وقدم وقدم بقى سام إلهي درتي وبحي هي مركه كان تقولي وكجرا عيد أق مركه عمل إن دور سوي ويفرن مالك سوي حنا إلهي درتي أنت مركه إخلاص بقنا الكو قطب كلا بعد تضبط المحاد دينا دليار النقمان إمام عادل يام دليار النقمان كريم شاب مبابا يهي رجل قعب معلق قلبه معلق المسال سوء دليار النقمان كريم رجلان انتحابا سوء دليار النقمان كريم رجل دعاك امرأة تنينك إن أخاف الله له إن أخاف الله له وانين شهوة له رنتي درين وكجروا محاد دينا يتصدق ويصدق إن دليار النقمان ذكر الله خاليا حديثك قيبت مركز لدليشين رنيرا قيبت وشاب ونشأ كلية الله المامنة انتو ويقطب بقصان ويساء يضانا حديث زحاد وآسد حبق سلات نتضبه عنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول إلى يوم القيامة مركز لقال أين المتحابون بجلالي إلي جلالي آوى كوى اسكو جعلالي أني وين كي أن لو وين هذا وين كي معنى اسمي واكوى اليوم أظلهم ما أنت أنهرين يا في ظلي أني هركيك يوم لا ظل إلا ظلي ما لن أنهرجني إلا كيك بغيان نبي حوتي أنه صلى الله عليه وسلم إنه قرح ذو إسود وان دونته وفوق رؤوسين أنه قن دونته نبي مرك التمامي صلى الله عليه وسلم مسافة ميل بحديثة المامي لكن ما قرن كرن وكوضع ميلك عادي وحامك عبر النوع الباقي النوع وكهل الله يباها الشيء عندك وشه الله استعمال وكهل الله المهم من إسود وقال حديث أي تلمان إن قف البابا حسب عمله أو ولدي ذي لا قف ذي ذي ولا وضع أنقاء وقاري قف لوضع شنشاط وقاري قف لوضع اللويد وقاري قف لوضع بوضع وقاري قف لوضع سيموت وقاري قف معرتي وحضنت وقاري قف وحبك وقاري قف قربها وقاري قف لقنت قف ووضع اللي قيب نوالبا يقف طول صباين يضع يكون حران تحب عمل كيس ما لنك هذا مرك أحوج ما تكون إلى ظل وقفك أبها ماله هوس أنهر أكبر تبع إلهي مالك هريني حديث أفراد عنه عن نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هريرة والذي نفسي بيده وعن كل أرتي معبودك أنه نفس الدي إذا قعنتي سأي كل جرتئه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنة ما قال إنسان إلا ها أتكرر إنسان ولا تؤمنوا حتى تحابوا مركب لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا شيء نار إن جنة إيمان يكون حرنات وحلال يا الله جنة الإلهي محيكو حرمت إيمان ألا إن سنعة الله غالية لكن وحا غريبة إلا الله ولا تؤمن حتى تحاب إيمان كيوننا مرضى ما يسترميو إلا أسكد جعلاتان تاوي هالك ما شاء الله يعني معنى إن المؤمن نقضى وحي كو حرمت إن إلهي درتي كوج على إلهي درتي إجعلاتي إيمان كيو كاسو كو حرين إيمان كي مركو هالكو حرين جنة هالكاسو كو حرمت مركاسو يدنى ولا أدلكم هذا ما إذن تسيا على شيء وحما إذن تسيا إذا فعلتموه هذا الصمى إسان تحاببتم أسجعلان إسان أبشوا السلام بينكم هذا سلام تصدح مرة وفا فيه وباهي روه مسلم مركة وصدح وحالة الماما يا استركوا كوا جنة الربابة مو من نقو مو من الربائنا النقو إلهي درتي أجع الله ولا لها مركة هو المركة يعني المركة وحيدها المركة مفهوم الصحابة للأخوة صحابة واحد وأركين نين كان جيس كيسة فردية وكو خسبين انو حيري لصمي محل جنة يساكو حرم
انت مساجد جوجتي ان الاله درتي ولا ولا وتكون خصمت من حاجه جنة ذاك حرام ان ان نقدر نوضح شقين جنة ان ايا ما عرفت هلك كجرت مركا ايمان كاو ما بدا ما يستر ما يبا الا اله درتي ولا كان مسك وجعلاتي تانا وضل جنة لو غاري كر نبي وحنا نوتر مركا هلك لا بلا بكره سلام لانه كيف اصبحت وكيف امسيت تغرس الود في قلوب الاعداء وتشعر كلها وسيكبر الامحات كسوك عليه بل ما انت من ابدون تقول قد نقبر نسيت هذه الجربه قف في قلبي يسحوي سو قلني سمركا الشيء سلامته ما شاء الله رسا كيمستري ذا لينكرت العلاقه الكيماويه والله هذا الروح قد الحين كرت هلك كبل لا بني سو حديث شناد وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من صامري ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى نبا وصاب بقده ولال كلا هذا ما بيولوجيكال ما ولال الهي درتي يقول له وصاب بقده مقاله كره فأرسل الله له ملكا على مدرجته هل كي أمره بإلهي وحقود دياري ملك وذكر الحديث حديث كونه صامره مقالك لو صام بقضي ملك باك مركا أتاقن وضضه مركا السؤال انترفيو ولا دقاقه وحنوه محا هلكا كان صافضا دير محا صوت جرته هلكا نوتين وحيمي حيل ما صام بقضي مركا وشين ما دانا كلاجر ما يوحي إلهي درتي هذا وحي رمقل إن الله قد أحبك كما أحببته إلهي بأنك جعل هذا سيد هبل وجعلاته يعني معنى وامح مر هذا المسافة سوق شيء أو سفر كادر سوق شيء أو بوقشد إن كان سوق بقنس دن كلا آني كودين أو أهم كري إن الإلهي دمت كان بقنس إلهي درت أن جعلات أن إلهي بكون جعل ملك بانا هل كابا اللي بيجي بلي حديث رواه مسلم قد سبق بالباب قبله باب وراه قصة الشيء ما من نقول حديث صدح بقول سديتان عن البراء بن عازب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار أي في شأن الأنصار وكيل لا يحبه مجعل هذا إلا مؤمن أنصارت قف مؤمن هرت مجعل هذا ولا يبغضهم إلا منافق إذن منافق هنا من نعضه قف كان نعي هداد الأنصار وحتى شيء يقول منافق من أحبهم أحبهم لله من أحبهم أحبه الله له قف كي يجعل هذا إله راجع لانه ومن أبغضهم أبغضه الله قفكي يجن عن إله بنعية متفق معه أنصار تمرك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تمرك الله للمهاجرين سيقول لك الأنصارين هذا لكن ذاتك ما ضد جعل بقول الشيء وإله والذين تبوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر يجن باهية سيدنا واحد تورته وصل نقوله الكا مرك ويحبه يالنا رفلكشن بيالنا يجن جعل كقيدي يجن ذاتك جعل إله درتي إن يجن جعل هذا نحن نقطه سمة أم أمارة أم علامة موجودة سقف في إيمان كيس حديثة صدع بقول إزديتني كواد وعماد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا مقلوه يقول قال الله عز وجل إله بروحي بحديث قسي المتحابون في جلالي كوا اسكج على هذا أني وين كيغ له منابر من نور وحيليه المالاس الرئيس الود يستاغوه نور كسميس من بروح الروح هلك وإمامك وخطيك ويستاغ الجماعة يغبطهم النبيون والشهداء وحاجا توجع لارا هل كي تاغيهين يستارس كي حالتي كل جيران أنبيدي شهدني بجع لارا حديثا وحديث حجري أبو داود ورني والنبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا الضوام الإله دبا كل جيران ليسوا بأنبياء ولا شهداء معه يغبطهم النبيون والشهداء ملك النبي اللي ويدين معه قوم تحابوا بروح الله من غير أموال يتعاطونها ولا أنساب وضد إله درتي اسكو جعلاده حول إسسينا اسكو مجعلانين أبترسيما إيا كد حي هيب كد حيسان اسكو مجعلان إله درتي اسكو جعلاده مركز النبي يقول لي هاي حديثه وحديث قصي نور بيسارين وجهه ذا النور هل كي تاقين بها النور حتى إلا هير ماش يتاقين تلقيا بها أنبياء يشهدده إجعلاده حديثي أبو داود نصاصوها روح التلميذ حديث حسن وعن أبي إدريس الخولاني حلق وريه رحمه الله قال وحير قصير بن وشي عجائب تدله قصة قيمة الضب حديثة إنك نخص لك وسؤال لران ديرين إياه دخلت مسجد دمشق بان كري سيدة هدو قال يا الله فلي قلت الباب كسوق قلو كري مسجد دمشق بسوق قلو فإذا فتن فأذوا فجائية ومركو قفك كذا يكون فإذا وابا فتن شاب يرو نندل يرو براق الثنايا او ما عرفت دولشيس افس يعني الكعب واذا الناس حو مع ضد بالجود امر الكاس ودخل يرى قروح با كم وقت به طلعه
dadkuna saasay u dhageysanayaan. فإذا اختلفوا في شيء مركي وحسكو قبتان أو مسألة لسكو قبتو ما يسام بقى بنان تهل سكو قبتو أسندوه إليه إساقي ديو قلا بين إساقي أي أتيرين يعني حلي مسألة بالكورة نو فطو نين كان هالكا سفنية وصدروا عن رأي إساقي رأيي سي مركي كون دقاقة ويكفوا للجلين مسألة مركي لسكو قبتو إساقي الله بني فسألت عنه حاني ورنين كان نوعها إن كان ير يرى قروح ذو كم وقته ويدك ساعود الحوميين هذانا رأيي سأنكب أيه هاي مويه نك كان فقيل وحلي هذا معاذ بن جبل كان الله يربنت ومعاذ بن جبل رضي الله عنه غيري فلما كان من الغد ما أنت أسمرك ده روح أهانين درس بحينه ويدك ساعود الحوميين جانس وكلها لمه مهلين وكلها لمهلين فلما كان من الغد ما أنت كحجي ملك الجاري حجرت وقت هرن ماشين فوجدته قد سبقني بالتهجين محمد الكبيري الصغر إذا صهر كلاهي حجرت وان صهر كلاهي فوجدته قد سبقني بالتهجين الصغر إذا سيهر مرو إيه هو ريك الله هذا هذانا هركي وجدت يصلي كدي من حن صقل إنك تكني مرجعني كم هو صهر مرو في سيري مركو صق صقله إنتو صن هوشي سي درسي كبر جلين هل كعكو قبب إنك لا هذا لكن وابع يهر مرو في الصغر تكني وان صقل فانتظرته وانسجه كرتي حتى قضى صلاته إلى سلادي سودامست ثم جئت من قبل وجهي طبعا قبل حاجة كنت كده هل كنت قبالك جاء إيمان لها أما الضعك جاء إيمان لها يعني أوسوق بسوء إنت كسوء دقاء قوك لوي من قبل وجهي هل كنت وجهي سوء كبيرين يعني كجاء إيمان بني فسلمت عليه مركز صلى الله عليه وسلم ثم قلت حان كويري والله إني لأحبك الله إني لأحبك لله ده وأنك جعل لها إلهي درتي ما كوجع له أنت أمكوا يلي فقالوا حي الله إلهي ما كوجع يعني ما وأنا كل داريو ولا دارينا يعني بمعنى الله من بوي بوي ويكون بنان تهي إن متك جلسين الله إن ده ويكون بنان تهي إن أي الأول أي نقطة بهمزة ممدودة للاستفهام أو أي نقطة بلا مدن الله توكوا فلانت لما هو دار الله ديك فقال مركو حيري فقلت الله إله با إله يكون أقول دار مركو الله هدن ويقول علي يعني ما يعني دارنا يساوي إله ميكوك فقلت حني الله فأخذني بي حبة ردائي مركو سهلك قندنت اللي حرت أي سائق قبتني فجذبني إليه مركو سائق سجيد بي وهرف بي أمك سائق سجيد فقال أبشر هذا بشارة يسوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محن دقيقة وحن كجمق النبي قال له قال الله تعالى إلهي يحيي وجبت محبتي أن يجعل كي يحيي واجبي للمتحابين في كو أن يقدرت أسجع الله والمتجالسين في كو أن يقدرت أولى فريست والمتزاورين في كو أن يقدرت أسجع الله والمتبادلين في كو أن يقدرت أحسسيه حديث صحيح رواه مسلم في الموطأ بإسناد صحيح قوله هجرت أي بكرت وانصاك الله وبتشديد الجيم جيم كالله شذها قوله الله فقلت الله الأول بي همزة ممدودة للاستفهام وأمرك همزة استفهام تنضمن بلا مد آيات كالي جيسا مركة الله يا الله المهم معاذ بن جبل هالكيدو ديجي كيدو من السنة بوسي وحيري هوشا ما سهلنا وأسكا جعلها إلهي درتي وحسهلنا مع الدين كرتا هابا إلهي بأيوك مركو دارتا كدي بيوحي هادبا أنا تنكو بشاريس مركو بشارة لا إيادا ميل قفل بقى لقاها لأي أتاقن تا إلهي سبحانه وتعالى نقدر حديث أبي كري أبي كريمة المقداد بن معدي كريم رضي الله عنه مركو لبضا سأوك لسارة تنهر معاذ ودين يعني الله تندمن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه قولك هدي ولا الكي أجعلاده أو أحبت المرأة أختها أختها هذه قالوا أيضا ولا شيء مسلم ماذا يجعلها فليخبره أوش أنه يحبه أنه يجعلها أوش رواه داود والترمذي هي لأنه إله درتي وهو يجعل هذا حديث حسن محمد قد أعلان إسلام هذا السورة مالي أنا تجناني أحبك الله الذي أحببتني فيه وجوابي سأ إن شاء الله لكن قالوا أيضا إنك إله درتي وهو يجعل هذا مديه كرتها تي في أنت يسوق الشيخ واللايفة أما إلهي درتي ما هو جعل هذا ما ليه كرتا رنتي
هدي فقهاده أي إليه يعني سلام كب الله يضل الله قبق أي فتنه أي فقهاده مسائل قاركود أي تجديدين يعني تنوحا وناكسين إلا قاب صدو حيا لي هذا تفسير كلا كان لو دور كل إله بالوصو جنبني على الوصو هذا مركي أنت أي حق لها هؤلاء كلا يقول لها يعني أيضا إني كلمة أي إسكد يساع رنتي قروح بضن في حالة قفك وكتها الدين وقفك ودعانا يحبك الله ضاس أمبا لوقا مانا لكن إن لقاك قف صدرنتي أي إسكام معقولة إنك السعلمة قارك إلي محديني حديث محل الله صاري لكن للكلتر كان وقيب كلتر كان وقيب وحاج النصوص فربضا كلتر عرفي وفصير كلتر كان لما بنا إنك هذه الدين يا قبر إني إلهي درت ما كوج على سلسلة تكتب بنات كلتر كان بنات ما أقوليها هدي لا يا مال قاركين لا يقول ما لها كل إن كل كل مركا يفير جبس وكادم بعد أما هو شيء سهلين مركا مرة بوحياها قاركود عرف يا فصيري المهم حديث تمنات والله واحد يه من نهار سن وأن صلاة دي بالجاري وعن معاد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي أخذ بيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي نبيك عنتك قبت حديث يهدو أم بنوشي قيتس وقال وحي يا معاد والله إني لو أحبه وأكو جعلها إله ما كنت عرفته ثم أوصيك يا معاذ معاذ محمد دار ميا لا تدعن في دبر كل صلاة تقول هكتجن صلاة ضرب مركة أي لما تئن لهذه اللهم عني على ذكرك وشكرك إله إله يقو عاود وقرب كيغا قل ويقو كالماء إن أنك حصوه كون مهنق يقو حسن عبادتك هي عبادة ونكسن يعني عبادك ستكو عبادة لكن حسن عبادة إنه نقطة هل كان مركة معاذ وحال الله در دار من إنو اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قفك بديانا إن شاء الله كامرنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل كيس إنو هلو حديث صحيح رواه داود النسائي بإسناد صحيح حديث أقضى بيان هو قبل قبيني بابك أهنا حديث ويتمنات وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نمبا نبي أكتس الجوغي ما لما محكمين فمر رجل به نمبا صامر نمبا نمبا قول لفرد نمبا صامر فقال يا رسول الله إني لو أحب هذا رسول الله من كواننا نجعله إلهي درسي معنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته أمور الجليس وشكت إن الجعش قال لا قال أعلمه ورقلي وشك حتى هذا ما جعله إلهي درسي فلاحقه وكذب التقنيكي وهلالة فقال إني أحبك في الله إلهي درسي ما كو جعله بي. فقال مركبه أحبك الله الذي أحببتني له أنا هكو جعل هذا الله إسجد درتي أدي جعلات مرك جواب تسبحين سقط مرك أحبك الله وما أحبك في الله دوت من هذا وأنا أحبك الله الذي أحببتني فيه هذا جبرتها أنا إني كذا ما يستري رواه أبو داود بإسناد صحيح بالله توفيق.